جمعيات من داخل المغرب وبعض الاشخاص في المغرب ويوم المغاربة مع منظمات دولية يعني عندها اليافطة ديال منظمات حقوقية وعلاقة كل هذا بالتقارير كتصدر طبعا اليوم احنا كنهضروا على التقرير ديال اللجنة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. يعني هذه الجمعيات انا كاع راه عطيتكم الاسم ديال الجمعيه اولا وكاين جمعيات اخرى جمعيه المغربيه لحقوق الانسان اللي في مجموعه ديال المحطات يعني مع الاسف لو كان العمل الحقوقي الهدف منه نهوض حقوق الانسان داخل المغرب ما كنظنش اي مواطن مغربي واي مناضل واي حقوقي واي سياسي غيكون ضد، ولكن عندما يتعلق الامر بانتقاء بعض الملفات وبصناعة بعض الملفات فقط لأنه نتكلمنا عن الوضعية الصحفية وحرية الصحافة كنظن ما غنوقفوش في المغرب على ثلاثة الملفات، ولو أنه كما قلنا باش نوضحوا المسألة بأن هذه ملفات لمتهمين ولجرائم حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير باش نحسموا هذه النقطة، ولكن من خلال من داخل المنطق الذي يتعامل به هؤلاء الذين يحاولون تصريف المغالطات للخارج لاستقواء الخارج لانهم كانوا اولا تكون عندهم المصداقيه ديال تعبئه الراي العام الوطني على هذه القضايا اللي كيحاولوا يتبناوها، تكون عندهم المصداقيه وتكون عندهم جو او تكون عندهم القدره انهم يعبئوا راي عام وطني قبل ما يخرجوا المنظمات الدوليه ويصرفوا مغالطات باش تصدر تقاريرها بكل هذه المغالطات. حنا عطيناكم امثله لا اللي وصل للامم المتحده في اطار فريق العمل المتعلق بالاعتقال التاسفي في قضيه توفيق بو 20 واللي تراجع على القرار ديالو اللي هو قرار في اخر مطار استشاري وليس قرارا يلزم القضاء المغربي في اي شيء. اقول بان هذه المغالطات من طرف الناس ومن طرف الجمعيات كتخدم اجندات ديال هاد المنظمات الدوليه اللي عندها ارتباطات، وحنا كنعرفوا الى غير شفنا اليوم محيطنا ما يقع، استاذ سحيميره تحدث لكم على الجزائر اليوم في الترتيب اللي دارت روبورتور سون فرونتيير، كيفاش الجزائر بهاد الوضعيه اليوم كتكلاسا قبل من المغرب، والمغرب هو في تحول ديمقراطي مع جميع الاختلالات، حنا ما كنقولوش اوني بارفي، ولكن كاين مشاكل وكاين هذه المشاكل هي اللي كتطلب منا ننضلو باش نجيو هنا ونقولو فعلا راحنا ماشي في الستينات والسبعينات، واش هذا الوضع ديالكم كصحفيين هو الوضع ديال الصحفيين في الستينات والسبعينات؟ راه كان الناس تحرير المحرر كيقراوها وكيحرقوها وكيجيبوها مخزونه باش يقراوها بديورهم. اليوم كلشي مفتوح للعالم كلشي كيقرا، شكون كان كيقدر يشري التحرير في سنوات مضات؟ بحال هز معاك يعني بلا ما نقول، ولهذا كنظن الا كان عندنا في الحقيقه شي نزاهه حقوقيه شي مصداقيه شي امانه ونقولوا راه حنا كنتقدموا ونقولوا المغرب راه كيتحول، ماشي اليوم نبقاو مرهونين حنا بماضي مضى ونبقاو نعيشوه في اليوم اللي المغرب مفاتح، وكتعرفوا كما قالوا الاساتذه ها التحولات اللي كاينه في علاقته الافريقيه ها علاقته مع دول جوار اوروبا كتحسن وفي اطار نديه ماشي في اطار الوصايه وماشي في اطار اللي بغاو يبقاو يشتغلوا مع المغرب بمنطق المستعمر والوصايه. اليوم المغرب فرض ان التعاملات تكون بنديه وبدوله عندها سياده، والمفروض انهم تحترم العلاقات سواء العلاقات الدبلوماسيه ولا العلاقات الاقتصاديه ولا العلاقات السياسيه. لهذا كنقول بان استغلال هذه الجمعيات لهذه الملفات سولوهم غير انتوما قولوا لهم علاش بالضبط هاد اربعه ولا ثلاثه الملفات او لا، منجب ماشي صحفي باش يتم الاقحام ديال الاسم ديالو في التقرير ديال روبورتور سون فرونتيير ماشي صحفي، هذا عنده مهنه اخرى ومتابع من اجل البلانشيمون دارجون،
عنده طبيب اول يمشي يتبدل المحتملات، حنا ما كنديروش ولكن يمشي. ولكن علاش كيتم إقحام؟ باش نعطيو واحد الصوره، كنقحموا ناس اخرين الانوز لا عنده الجرائم الارهابيه، وكنبداو نقحموا بان هادو صحفيين وفي اطار حريه الراي والتعبير، والمغرب كيقمع الاقلام الحره الى غير ذلك، باش كنروجوا كنوصلوا لهذا المنظم. هذه منظمات غير نزيهه، هذه منظمات غير نزيهه وكتعامل بالانتقائيه، والا الموقف او الحكم ديالها كان مسبق في الملفات. جاء الكاتب العام للملفات حضر الجلسه وطن في اطار السياحه، نقدروا نسميوها السياحه الحقوقيه لانه جات في الجلسات في المحكمه، وجاء هذا الكاتب العام ديال السياحه الحقوقيه في المغرب وخرج دار تصريحات ومشى باش يبني سواديزون راه مشى راه عين ومن خلال الجلسات و أخذ قرارا وحكما مسبقا بأن هذه سون دي بوسي كي سون با إيكيبال، محاكمات عادلة. لهذا كنظن من منطلق حقوقي ومن مبدأ حقوقي، هذه ملفات الأصل هو نحترم القضاء، لأنه إلا ما احترمناش المؤسسات فين غادي نمشيو؟ حنا بلاد اللي ناضلوا اللي في الستينات والسبعينات راه ناضلوا باش نقولوا استقلال السلطة القضائية اليوم. راه كان واحد كيقدر يقول استقلال السلطه القضائيه، راه كان في زمن تا واحد ما يقدر يهضر على استقلال السلطه القضائيه، لان كانوا القضاة معروفين شكون اللي كيتعامل باش معاهم التواصل المباشر. ولكن اليوم خدينا هذه الخطوه، راه في اسبانيا وفي فرنسا ما عندهم استقلال السلطه القضائيه، مازال المغرب باقا النيابه العامه في فرنسا تابعه للحكومه، النيابه العامه كتامر فيها الحكومه. واش حنا بالله عليكم وبكل وضوحيه شنو النيابه العامه كيامر فيها رئيس الحكومه ولا شي وزير؟ ما يقدرش كاين مشاكل، ولكن ما يقدرش يفرض شي سلطه او لا يمارس شي سلطه على رئيس النيابه العامه او الوكلاء الاعلاميه او الوكلاء. عنده الحق اصدار القرارات القضائيه كما هو مصدر طبقا للقانون. لهذا اللي بغينا نبينو اساسا لكم بانه هاد الناس مع الاسف من داخل هذا المغرب، حنا ما عندنا حتى اشكال مع النضال من اجل التغيير من اجل نهوض حقوق الانسان. حنا من خاطرش وكنعتبر واوكي بان حريه الصحافه من الدعامات لبناء دوله الحق والقانون. الصحافه خصو الناس خصو ينتقد وخصو يبين الاختلالات اللي كاينه في جميع المضايق، ولكن راه كاين قانون اللي كينظم هذا الشيء، خصنا نخضعوا للقانون كامل. وثانيا منين يكون الصحفي متابع في اطار جرائم جنسيه، خصنا نقولوا بان هذا جرائم جنسيه وجرائم حق عام ولا جرائم ارهاب او لا تبريد الاموال، راه ماشي صحفي باش نحيدو. لان انا كنقول هاد سوء النوايا هي اللي علاش، لان كاينين الناس اللي ما قدروش يتصالحوا مع انفسهم باقيين يعيشوا في ماضي مضى، وكاينين الناس اللي عندهم اجندات كيخدموا بها المنظمات الدوليه اللي كتعامل مع ناس اخرين. حنا كنعرفوا الوضعيه لا سواء في علاقتنا بالجوار ولا في المشكل القضيه الوطنيه ولا في المصداقيه اللي كسبها المغرب، ولكن كاين كذلك معطى ديال هاد الناس كيستافدوا عندهم مصالح شخصيه في هاد الجمعيات، كيستافدوا ماديا وكيستافدوا مجموعه ديال الامتيازات، وبالتالي مفروض فيهم انهم يؤديوا هاد الواجب فيزافي هاد لي زورغانيزم انترناسيونال. لهذا الحقوقي كنظن هو انه يكون موضوعي، وعندما يتعلق ملف اولا معروض على القضاء نحترم القضاء، ما نجيبوش منظمات اخرى تصدرنا قرارات او لا تقارير من اجل استقواء بها باش نضغطوا باش غدا نمشيو للامم المتحده ونقولوا فوالا راه شنو، لان هذا في اخر المطاف كيقدم البلاد او لا كيأخرها الا كان هاد الناس عندهم غير عدل. ثانيا الحقوقي كاين اطراف الدعوه، كاين متهم وكاين ضحايا. الحقوقي منين يبغى التقرير من الموضوعيه وبالحياديه خصو يستمع للضحايا ويستمع لدفاع الضحايا كما استمع لعائله المتهمين ولدفاع المتهمين، باش يكون التقرير ديالو موضوعي ويكون محايد ويكون فعلا
ديال مناضل الهدف ديالو هو النضال بحقوق الانسان، ولكن مع الاسف العكس، وبالتالي ولينا وفي كل مره وفي كل محطه كيتم الرجوع لهذا الملفات. لان غدير صاروا من الملفات يعني غادي يبداو يبحثوا على فين يعلقوا الشماع ديالهم هذا الملفات بالخصوص، وكتصنع واحد يعني فبركات وانتقائيه كيوليو مصنع ديال هذا الملفات باش يسوقوا هذه المغالطات. هما كيستافدوا من جهته منظمات اخرى عندها اهداف اخرى واللي كتوصل هذه المغالطات للمؤسسات الرسميه، واللي في اخر المطاف يعني الخاسر الاكبر هما، لان المغرب كيتقدم حنا كمجتمع مدني في اطار دفاعنا عن الضحايا مؤمنين بقضايا ضحايا الاعتداءات الجنسيه، وما كانوش عندنا جمعيه مغربيه لحقوق الضحايا في دفاعنا على ضحايا الاعتداءات الجنسيه من 24 والراديو الريسوني، كانوا عندنا الطالبات ضحايا الجنس مقادم النقاط، وعندنا ضحايا اطفال اغتصاب واعتداء وهتك عرض، وعندنا شابات تعرضنا للاغتصاب كتنوب عليهم الجمعيه وكتقازهم الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا، ايمانا منها بالدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسيه.